الدوم طولة ونساعدوك في اختيار اثاثك وفراشك محتارة في اللون في الطوف في التصميم ديزاين غادي يعاونك. فقرة ديزاين حاضرة باش تعاونك بكل الأفكار والاقتراحات. حنا غاديين بسرعة ضد الوقت يا أستاذي محمد مسدرف. إذا قلت لي مع الساعة الجديدة والساعة الجديدة حنا غاديين زرباني المورا كنجري المورا. سامي صباح النور. صباح الخير. أنا ما عرفش كاين المشكل في الساعة الجديدة. بالنسبة لي أنا ما كاينش مشكل. حنا كنجري وكنلهتو وراء الساعة الجديدة. شو شحال ديال الوقت محسين نجقابي؟ ماشي ما حسيناش به مي كان تبارك الله كان مفيد مع الاستاذ ومع السيده عائشه. كان مفيد بطبيعه الحال. ملي كتكون شي حصه مفيده اوتوماتيكمون ما كنحسوش بالوقت. الوقت تيسرق لي. كيف ما قلنا قبل ما نبداو الحلقه كل شيء كيبقى بسيشيك. لا بالنسبه لهذا المشكل ديال الساعه اللي عند بزاف ديال الناس وواقيلا من ضمنهم انت ولا بالنسبه للوقت. ملي كنكون بحال ملي كيكون شي موضوع مفيد ما كنحسوش كيفاش كيدوز عندنا الوقت. كتبقى ما كنظن الاستاذ كيشاطرني والله يجعلنا ديما لما محبه عند الناس كاملين ويقضوا معنا وقت زوين وما يحسوا شيء بالوقت. يعني احنا لان احنا غاديين صراحه كلهت وراء الوقت ولكن الوقت فيه افاده واخا هكاك احنا كنستافدوا معك سامي. اليوم غادي توجدنا حويجات كيفاش نقضيو على البقعه. كانوا تواصلوا معايا بزاف ديال المستمعات على صفحتنا صفحه الرسميه في الفيسبوك وانا وعدتهم انك تكون حاضر معايا ان شاء الله في حصه ثانيه غادي نعطيهم تتمه داكشي اللي بديناه. وايضا انا لكل أسئلة ديالكم ولو أن ما كناخدوش مباشرة في البلاتو فهنا مثلا من حاجة يعني دايما بقوا مواصل معنا في صفحتنا الرسمية دايما في الفيسبوك راديو أم أف أم أوفيسيال. كتبوا التعليقات ديالكم الأسئلة ديالكم مشاكل اللي كتواجهوها في بيوتكم أي بقعة أي طاش عندكم حنا دايما راه الإشارة ومع سامي غادي يحاول يعاوننا. تفضل سامي. إن شاء الله. بالنسبة للبقعة كنا بدينا الموضوع في حلقة سابقة. كنا بصفة كنا دوينا بصفة عامة وبصفة خاصة دخلنا في البقع اللي كيكونوا في الأرضية. كنا دوزنا مجموعه ديال النصائح وديال نقدروا نقولوا ديال الحيل باش نحيدوا البقع من الارض والطريقه ديال التنظيف طريقه سليمه. نحاولوا نذكروا بعدا بالطريقه السليمه ديال التنظيف ديال الارض او الرخام الزليج كيف ما بغات تكون. نحاولوا نيفيتيو لي ديتيرجون اللي هما لي برودوي اللي كيكون فيهم لاسيد. يعني كاع لي برودوي اللي كيتباعوا ديال التنظيف ديال الارضيه او الرخام ما خصناش نجهلوا بان راه كيكون فيهم لاسيد. هذاك لاسيد راه كيعطينا واحد النتيجه اللي كتكون هائله ولكن مع المده كيحيدنا ديك لاكوش ديال لابريونس. بزاف ديال الناس كيوقع لهم هذا المشكل كيل هذا الشره اللي كتعطي لمعان طبيعيه كنقتلوها. نحاولوا نيفيتيو هاد لي برودوي هادو ونستعملوا مواد اللي هي بسيطه كيف ما كنا شرنا مثلا في الغسيل ديال الارضيه كيف ما بغات تكون موزايك او لا ديال الزليج او لا الرخام. نحاولوا نستعملوا غير الماء سخون مع الصابون البلدي. هذه كنا شرنا لها كتعطي نتيجه هائله وكتحافظ لنا على اللمعان ديال الارض وكتخلي لنا ديك الطبقه كتبقى بروتيجي كتبقى مزيانه. هذه غير باش نديروا اشاره فين كنا خلينا النقطه في الحلقه الماضيه. دابا ندوي بصفه عامه بالنسبه للبقع. كيقدر يكون عندنا في الثوب مثلا في الثوب ديال في اللباس ديالنا او لا كيقدر يكون عندنا في ان صالون. يعني الثوب بصفه عامه كاين بزاف ديال البقع اللي كنلقاو معهم مشكل. مثلا كيكون عندنا المشكل كتقدر تكون عندنا بقعه ديال الباربه كنعرفوها من انا غنحاول نعطي البقع اللي كيكونوا شويه صعب. الباربه كنقدروا نحيدوها بالالكول. الالكول كيكون ب 70 درجه. سينو كنديروا ان ميلونج ديال لو انتيغ يعني ثلث ديال الالكول والثلثين ديال الماء بارد. كتخلطهم هادو حتى هما كيحيدوا الا كانت الباربه. الالكول 70 درجه مع شويه ديال المويه وتنديروا الثلث مثلا الكاس كنشوفوا كنقسموه على ثلاثه. يعني الحصه الاولى كتكون فيها الالكول وجوج الحصص كيكونوا ديال الماء بارد. ديال الماء بارد يعني الثلث في الثلثين. هادو كيحيدوا لنا المشكل اللي كيكون عندنا ديال البقع ديال 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 الباربه. بالنسبه كيكون عندنا مشكل ديال الاتاي كنعرفوا مشكل ديال الاتاي حتى هو الطبعه ديالو كتكون صعيبه. هادو من اصعب يمكن البقع لانه كيطلق وما تبغيش يحيد. السيده عائشه قالت لي وقيلا خفيت عندها هذا المشكل هذا. وي هذا كنديروا واحد الميلونج اللي كيكون مقاد ديال الخل الابيض مع الالكول ب 90 درجه
كتخلطهم وكديرهم بشيفون. هذا الكول ديال 90 درجه ماشي 70. وي حيت الكول فيه درجات وكاين الكول ابغولي اللي هو كحول حريق كتكون مكتوبه فيه، وكاين الكحول كاين الكول ميناجير. هذا ما فيهمش ضرر وتاثير على اليدين، نقدروا نستعملوا. لا بالنسبه لليدين الكول ما تخافش. كاينين دوطخ برودوي كنا شرنا لهم في الحلقه اللي فاتت، مثلا لامونياك لاسيتان، هادو كلهم نحاولوا نستعملوا ديغون ونستعملوهم في واحد المساحه اللي تكون مهويه، سورتو لامونياك ملي نعطيو الشراجم حلو شي باب يكون مهوي، وما نحاولوش نستنشقوا الرائحه حيت كيكون واحد الفضول اللي اول مره غنستعملوا واحد البرودوي كنحاولوا نمشيو للقرعه باش نشمو. هذاك سورتو سورتو كنشير الهديمه هي ديال لامونياك. لامونياك الريحه ديالو مجهده بزاف، كتقدر الا استنشقناه بواحد الكميه اللي كثيره كما كنعرفوا بالطريقه ديال الفضول ملي كنبغوا نعرفوا الريحه كيقدر يؤدي للاغماء. يعني نحاولوا نستعملوا لامونياك الا غنستعملوه في شي حيله باش نحيدوا شي طبعه، نستعملوه في واحد المكان اللي يكون مهوي ما يكونوش حدانا وليدات صغار، ونستعملوه بليغون. حاجه اخرى كنت شرت لها في الحلقه اللي فاتت هو ان ملي نبغيو نستعملوا اي برودوي في اي مكان سواء في الارضيه او لا في الثوب، نحاولوا نستعملوه في واحد البليصه اللي هي ما كتبانش، في شي قنيات مثلا في الحوايج نديروها في الكول نديروها في الكم باش نشوفوا لا رياكسيون، حيت كنقدر نعطيو واحد الحل كيكون هو فعال، ولكن لا تيكستور ديال هذاك الثوب كيكون يقدر ما يستحملش، كتكون الجوده ديالو كتكون شويه ناقصه. يعني من الاحسن نستعملوا في واحد البلاصه اللي ما تبانش ونخليه حتى نشوف باش نشوفوا لا رياكسيون، من بعد يمكن لنا نستعملوه. قلنا الطبيعي ديال اتاي كيكون عندنا المشكل اللي حتى هو صعيب شويه ديال الطبيعي ديال المطيشه سورتو الى كرمات كتكون شويه صعيبه. هذه كنديرو شيفون وكنديروه بالالكول ابغولي، كحول ديال الحريق كتكون مكتوبه عليه، غالبا كيكون ب 70 درجه. نحاولوا نخلطوه بشويه ديال الماء اولا نديروه ساك ماشي مشكل، ونستعملوه بان شيفون. سينو إذا كان أتي باقي جديد شوية وغسلناه وما بغاش يتحيد، حتى الحليب حتى هو كيحيدو، كنقدروا نمسحوه بالحليب. هذا بالنسبة أتي نقدروا إذا كان جديد طبعا باقا جديدة نمسحوها بالحليب. وي كاين المشكل اللي كيكون بزاف عند السيدات هو ليطاش ديال الفيرني. الفيرني الصباغة اللي كيديروا كاين كتقدر تستعمل الديسولفون اللي هو المزيل ديال الصباغه، مي بعض المرات ما كيكونش فعال. بلاصتو نقدروا نستعملوا لاسيتون. لاسيتون حتى هو كيعطي نتيجه اللي كتكون هي هائله. للاشاره الا كانت الطبعه ديال الفيرني مثلا غليظه يعني تخوا ديراكتومون، وبغينا باش نحيدوا ديك لاكوش الغليظه باش يجينا ساهل باش نحيدوه، نحاولوا نستعملوا شي اداه بحال الشكل ديال المعيقه كنكرطوه. تكرط باش تحيد ديك لاكوش. أيه. ومن بعد كدير نطفو بلاسيد. المشكله ملي كيتطلق اللون في اللون سامي، مثلا كيكون عندنا ثوب مزوق فيه بزاف الالوان وتنديروا هذا البرودوي هذا وتيطلق لنا اللون. نحاولوا باش نمشيو للطبعه. وعلاش قلت باش نكرطوها؟ باش كيبقى غير ذاك البقايا ديال الفيرني، او لا مثلا كيكون عندنا البلونكو او لا شي طبعه اللي كتكون هي غليظه شويه. ملي كنكرطوها بواحد الطريقه، علاش قلت انا راس المعلقه كيكون شويه غليظ ما كيكونش ماضي، باش ما يخليش لنا لي تراس ديالو في الثوب، وما تقبوش الثوب وما كنتقبوش. وي داك الشيء علاش ونحاولوا نمشيو بلاصه. والشيفون من الاحسن ديما يكون بيض، يكون مقطن ويكون بيض باش ما يطلقش لنا اللون ديالو. وي ديما خصو يكون بيض او لا بلون كاسي، يعني واحد بلون ولا بلون كاسي، هادو ما نخافوش منهم. كنعرفوا الثوب يعني اي لون كان فيه راه كيكون مصبوغ، يعني كيقدر حنا كنحيدوا طبعه وكنعطيو طبعه واحده اخرى. هذا فيما كيخص الطبيعي ديال الفيرني. ندوزوا المشكل اللي كيكون عندنا في الجلد. بزاف ديال الناس كيكون عندهم مثلا في شي صالون اللي كيكون ديال الكوير، كيكون عندهم مشكل حتى في الطريقه ديال التنظيف. احسن طريقه هما دوك لي كريم المرطبين اللي كيستعملوا النساء، او لا الحليب اللي كنستعملوا الدراري الصغار لي بيبي. هذا كيتستعمل غير بقطن، كيحيد لي طاش، كنعرفوا الجلد باش ما كيقدام كيبدا يبان لنا دوك سورتو الا كان اللون مثلا بيض او بلون كاسي كيبانوا دوك الخطوط. كتستعملوا غير بهذا الحليب اللي قلنا ديال الدراري الصغار، او لا لا كريم مرطب بان شيفون اللي هو مقطن او لا بالقطن، كيحيد لنا وكيغذي داك
الجلد يعني حتى لا ديوري دو في ديال داك الجلد كتطول العمر ديالو تيطول العمر كيترطب وتبقى ديما مغطي حيت ديما كيبقى كترطبوا وكيبقى ما كنحاولوا باش كنيفيتيو داك المشكل اللي كيكون ديال التشققات حيت كنعرفوا الجلد ملي كيدوز واحد المده طويله كيبدا يبان لنا تشققات شويه كيبدا يتقشر علاش حيت ما كانش كيتمسح خصو مره مره يبدا يتمسح بهذا الكريم شحال المده هذه ديال مره مره تقدر حتى المره في 20 يوم مره في الشهر ماشي مشكل غير المهم ما نساوش العائله كيبداو يفركوا كل نهار وي غير ما نساوش والشيفون اللي غنستعملو يكون مقطن يكون رطب باش حتى هو ما يديرش واحد التاثير على الجلد لانه حساس والمشكل اللي كيعطي عاوتاني التشققات هو اللي كيكون صالون مقابل الشمس كنعرفوا واخا يكون لو فري كوير كيكون المشكل ديال التشققات هو السبب ديالو هو انه كيكون مقابل الشمس الشمس كتكون ضاربه ديريكتومون كيوقع هذاك المشكل كيكون عندنا بعض المشكل بعض المرات المشكل ديال الستيلو في الجلد المشكل ديال الستيلو في الجلد كنحيدوه سوا بدي سولفون سوا بالالكول الالكول حتى هو كيحيدو او لا بالمثبت ديال الشعر ملي كترشو عليه هو كيبدا كينزل لنا هذاك اللونكر وكتمسح وكتبدا تعاود بشيفون واحد اخر حتى كتحيدو بمره واحده يعني ما كيبقاش هذاك لا تراس ديال الستيلو ما كتبقاش عندنا في الجلد هذا بما يخص ليطاش ديال الستيلو كاين المشكل يعني اللي نديرو الستيلو نديرو لي فوتر مثلا دوك الاقلام الملونه ديال الاطفال كلهم فيهم الحبر كلهم فيهم الحبر إيه؟ داكور غير هذا كيكسب رقيق الاخر كيكسب غليظ يعني تقريبا كيكونوا فحال فحال إيه؟ داكور نحاولوا نيفيتيو كاين بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا سورتو في الجلد بيض كيمشي باغا تنقي كدير له جافيل راه معل يعني الغد ليه او لا في ظرف واحد اليومين ثلاث ايام كيبدا يبان لنا داك الجلد كيصفار كاين يعني الريحه من غير ريحه يعني يقدر ما يديرش ريحه ولكن البلايص اللي دوزنا فيهم جافيل يعني يكون على يقين بان يومين ثلاث ايام حتى لاربع ايام ماكسيموم غتبدا تخرج الصفوريه غادي صفار وما عندهاش الحل صافي الا درنا جافيل ما عندوش الحل ملي كيصفار ما عندوش الحل باش تحيد ديك الصفوريه يعني حيت سورتو الا كان الجلد اصطناعي اللي كنقولوا سكاي او لا سيميلي كويخ ولكن نقدروا مثلا نعاودوا نغلفوه ونعاودوا نشدوه ماشي مشكل يعني خصنا نبدلوا داك الجلد نبدلوا الجلد هذا يعني في بعض الحالات يعني كيخصنا نعاودوا يعني بحال غنعاودوا الخدمه من جديد داكو كاين المشكل اللي كيكون كيتطرح عند الناس هو المشكل ديال الصباغه مشكل ديال الصباغه سورتو الصباغه اللي كتكون شويه قديمه مثلا الصباغه كنعرفوا الصباغه كاينه ديال الزيت اللي كتخلط بليسونس وكاينه ديال الماء بالنسبه للصباغه ديال الماء كتكون كنعرفوا ديما في الدار كتكون عندنا واحد البوصه دون قديمه نحاولوا ملي تكون شي وحده قديمه ما نرميوهاش كنخليوها وي بنسلوكها بنبوطها ديما كتعتق هذه كنستعملوها في المشكل ديال الطبيعي ديال الصباغه كنستعملوا في الاول باش نحيدوا ديك لاكوش الغليظه بواحد الراس ديال معلقه او لا بسباتول او لا بشي حاجه اللي يكون الراس ديالها شويه غليظ ومن بعد كنديروا الكول او لا ليسونس وايت سبيريت وكديروا بهذاك لا بروسادون وكتحك بها كتحيد لنا هذاك البقايا اللي كيكونوا ونعاودوا بشيفونه نظيفه ياك سالي اشاك فوا نستعملوا شي برودوي من هاد لي برودوي اللي كنستعملوا نحاولوا باش نديروا شيفون نظيف مع الماء باش نحيدوا داك الاثار اللي غادي يخلي لنا مثلا لامونياك او لا ليسونس او لا لاسيتون هادو كلهم من بعد منهم خصنا شي يكون حدانا شيفون فازك باش نمسحوا باش ما يبقاش عندنا هذاك يعطيك الصحه سامي عاونتي اليوم المستمعات كاملين ان شاء الله يكونوا قيدوا اي وحده اللي عندها شي مشكل من هاد المشاكل اللي حنا تكلمنا فيهم تلقى الحل انا كنشكركم على المتابعه ديالكم على حبكم إذاعة مفاهيم وعلى أيضا حبكم الجميل جدا للالة فاطمة البرنامج الحاضر في كل بيت مغربي شكرا كانوا معايا ضيوفي محمد مستدرف للالة عائشة سامي دنان دائما حنا معكم راه الإشارة إلى كل التعليقات ديالكم الأسئلة ديالكم إلا ما قدرتوش تواصلوا معنا ممكن تبعتوا بالأسئلة ديالكم ما كاين حتى مشكل على صفحتنا الرسمية الفيسبوك راديو مفاهيم أوفيسيال حنا دائما هذاك هو الجسم النبض ديالنا كنعرفوا شنو كتفكروا شنو المشاكل ديالكم ما كاين حتى مشكل على الراس ولا نجاوبكم في حلقاتنا المقبلة بحول الله ثواني قليلة غادي نلتقي مع زميلي خالد نزار في جولة